السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل تقييم لكتاب ماشين ليرنينج في البيومنتس. الكتاب ده جميل جدا وانصحك بيه لو لسه مبتدئ في المجال. تمام، هو كتاب اصلا عباره عن مجموعه مقالات على موقع ميديوم، يعني لو هسيب لكم برضه اللينك تحت الديسكربشن لو حابب تقرا الكتاب بي دي اف او حابب تقرا الكتاب على موقع ميديوم. تمام، اول حاجه الكتاب بيبدا بمقدمه عن الاي اي، ايه هو الاي اي وازاي ظهر وليه ما ظهرش في الوقت ده بالذات، وبعد كده بيديك مثلا امثله من الواقع واحنا مستوى وصلنا فين لحد الاي اي لحد دلوقتي، وبعد كده بيديك بقى امثله من الواقع يعني تطبيقات والكلام ده كده بتستخدم الاي اي جوجل ترانسليت، اللي هو التطبيق مثلا انت تحط كاميرا التليفون على قدام مثلا حاجه مكتوب بالصيني وهو يعرض لك الترجمه في نفس الصوره بالعربي او بالانجليزي او باي لغه انت عايزها. تاني حاجه مثلا في مشروع او برضه جوجل عملته اسمه الفو جو، المشروع ده هزم واحد من اعظم اللاعبين من لعبه جو الصينيه. اللعبه دي شبه الشطرنج بالظبط بس اصعب كتير، بحيث ان مثلا احتمالات تحرك القطع فيها بتوصل ل 10 و 170 احتمال، يعني متخيل يعني واحد وجنبه 170 صفر على جنيه، فده رقم كبير جدا. يعني اهم حاجه في الكتاب ده اللي هو اللينكات اللي موجوده جواه، يعني الكتاب بيوجهك لمقالات كتير جدا ويعني حاجات مفيده جدا لو انت يعني تابعتها هتفيدك كتير جدا وهتفهم الكتاب اكتر بكتير. يعني مثلا شبه الاي اي افكت، يعني ايه هو الاي اي افكت برضك بيوجهك لمقاله بتوضح لك الكلام ده، ومثلا شبه السترونج اي اي، ايه هو السترونج اي اي ويفهمك المواضيع دي كلها. وفعلا بقول لك اللينكات اللي جوه الكتاب دي مهمه جدا جدا جدا. بعد كده الكتاب بيبدا يشرح لك ايه هي بقى التكنيكس او الالجوريزمز اللي احنا بنستخدمها عشان الماشين ليرنينج، او ان انا ابني موديل او نموذج بيحاكي الواقع او الكلام ده كله. فمثلا بيشرح لك ايه هو السوبرفايز ليرنينج والانسوبرفايز ليرنينج والديب ليرنينج والرينفورسمنت ليرنينج وكل الكلام ده كله، يعني ايه طريقه مبسطه. فدي صراحه كويس جدا وشرح كان عجبني صراحه. تمام، تاني حاجه الكتاب برضك في معظم المقالات بيقدم ايه شرح يعني بالرياضه وكده، يعني بيحاول ان هو يفهمك ايه هو الرياضه خلف التقنيه ديت او خلف الالجوريزم ديت. فانت لو مثلا عندك فكره في الرياضه او خبره في الرياضه وفاهم الكلام ده كده فدي هيفيدك كتير جدا ان شاء الله. لو انت مثلا يعني عندكش خبره في الرياضه او لسه هتتعلم ان شاء الله فمش مهم خالص. هو اساسا الكاتب اول الكتاب قال لك ان دي عباره عن مقدمه للماشين ليرنينج، فانت لو مش فاهم الرياضه عدي الجزء ده خالص، او الرياضيات في الجزء ده فعدي الجزء ده مش لازم انت تبص عليه خالص ويعني وكمل الموضوع. فدي الفكره بالظبط اللي انا عايز انصحك بيه، لو مش فاهم الرياضه سيبك من الرياضيات خالص وخش وكمل بقيه الموضوع وقراه خالص كانك بتقرا اي كتاب او اي مجله ولا حاجه، انما ما تشغلش بالك بالرياضه ولا يربطك بالرياضه خالص. تمام، بحيث انت ان شاء الله لما تيجي تبدا في مجال معين او تبدا تاخد كورس معين او كتاب معين فانت تبقى يكون عندك خبره مسبقه، يعني عارف ايه هو الريفورسمنت ليرنينج او عارف ايه هو السوبرفايز ليرنينج والكلام ده كله، يبقى ايه يعني تكون فاهم الموضوع شويه مقدمه. تمام، حاجه كمان كنت عايز اضيفها ان اللي هو في اخر الكتاب في حاجه اسمها ابندكس او ملحقات، بيوجهك الافضل المصادر اللي انت تتعلم بها البايثون لو انت هتبرمج وتستخدم لغه بايثون وار والكلام ده كله، وايه افضل الكورسات والكتب اللي انت تبدا تتعلم بها وايه افضل المواقع والكلام ده كده، فبرضك مهمه جدا لازم تقراها ان شاء الله. في حاجه اخيره برضك كنت عايز اضيفها ان الكتاب بيقف لحد هنا، بس هم في الفتره الاخيره ديت نشروا مقاله اسمها اي اي ريدنج ليست، برضك فيها مصادر مهمه جدا ويعني فيها برضك حاجات مهمه لو انت عايز مثلا تستزيد ان شاء الله، فانصحك برضك انت تقراها هتبقى مفيده لك كتير جدا ان شاء الله. تمام، فوائد التقييم للكتاب بتاع النهارده، انت لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشير مع اصحابك. يلا سلام عليكم.